تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها لتنفيذ مبادرة التعليم حياة، والتي تهدف لمساعدة الطلاب على تعلم أساسيات الحاسب الآلي. كما تهدف المبادرة إلى تعليم الأهالي كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم. تحت عنوان التعليم حياة، تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها ضمن المبادرة التي تهدف لمساعدة الطلاب على تعلم أساسيات الحاسب الآلي وتعليم الأهالي كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم. التدريب اللي احنا شغالين فيه لنا 10 أيام حاليا، تمام، للطلبة ومعلمين. بنطلع كوادر من المعلمين ان بيساعدونا في التدريب الفترة اللي جاية في المراكز في مراكز محددة بحياة كريمة، وبنجهز الطلبة كبداية كبذرة ان احنا بنساعده ازاي يتحول رقميا ويبقى جاهز للتحول الرقمي، سواء اذا كان اختبارات او تدريب. بصراحة احنا يعني استفدنا وتعلمنا حاجات كتير خالص، يعني بالإضافة لأن هي الدورة نفسها عملت لنا ريفريشنج للمعلومات بتاعتنا. يعني تحت تلك المظلة جاءت الفعالية التي تم تنظيمها في إحدى المدارس بمدينة المنشاة شمالي محافظة سوهاج، لتعكس اهتمام مؤسسة حياة كريمة ببناء الإنسان بجانب المشروعات القومية. إحنا في صدد تدريب أو إعداد كوادر تدريبية داخل الإدارات التعليمية المختلفة في محافظة سوهاج. دربنا 10 مدربين، العشر مدربين دول الوظيفة بتاعتهم بعد كده هيبدأوا يدربوا المدرسين زمايلهم وهيبدأوا يدربوا الطلبة على شهادة IC3 سبارك الدولية. تعليم الحياة ده شمل 10 متدربين و10 طلاب اللي انتهى في تعليم IC3 من الوورد والإكسل والباوربوينت من تخصصات الآلي الحاسب في إدارة المدرسة. احنا النهاردة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرة انت الحياة بنشارك في توعية وتمكين الأطفال من توفير بيئة رقمية آمنة تساعدهم على المشاركة والاطلاع، وفي نفس الوقت نوفر لهم الحماية. بنحاول نعمل توازن بينهم من خلال ان احنا نعرفهم ايه هي مخاطر الانترنت وبعض التعريفات المهمة اللي تقدر تساعدهم ان هم يبقى عندهم بصمة رقمية كويسة، وفي نفس الوقت بنأهلهم ان هم يكون مواطن رقمي. الفعالية شملت توزيع شهادات معتمدة على الطلاب والمعلمين الذين اجتازوا دورات خاصة بالحاسب الآلي، كما شملت توعية الطلاب بخطورة الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي. نحن دلوقتي في المرحلة الثانية من برنامج التعليم حياة اللي بيهدف إلى توعية الطلاب بالإنترنت، مخاطر الإنترنت، وفي نفس الوقت بيعمل لهم توعية كاملة بحقوقهم على الإنترنت إيه ويقدروا يمارسوه إزاي بطريقة آمنة طبعا عليه، بطريقة ويعريهم المخاطر اللي على الإنترنت. هي مبادرة بصراحة من ضمن المبادرات اللي بتعملها حياة كريمة اللي ليها دور إيجابي وفعال اللي بتلامس المواطن وبيحس بيها المواطن وقرى حياة كريمة الفقير. وسعيا للحفاظ على الأبناء، تهدف الفعالية لتأهيل الأسرة لتحقيق التوازن بين حق الطفل في استخدام الإنترنت وبين توفير الحماية اللازمة للأطفال.